حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتاده حدثنا انس رضي الله عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبه سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا